السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفيديو الثاني، وهو ازاي اعمل شبكه للضيوف تبقى مجاوره للشبكه الاصليه بتاعتي في الواي فاي، بحيث لما يبقى عندي ضيف اديله الشبكه دي وابقى محدد لها السرعه بتاعتها وانا اشتغل على الشبكه الاصليه بتاعتي، سواء بسرعه انا محددها او بالسرعه القصوى للخط بتاعي. يلا بينا بقى نشوف الموضوع ده هنعمله ازاي. بس اهم حاجه، لو انت ما شفتش الفيديو الاولاني الخاص بالاكسس بوينت للتي بي لينك اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت، شوفه من هنا، وبعد ما تشوفه تعالى كمل معانا الفيديو بتاع النهارده. يلا بينا بقى نكمل كونفيجريشن او البرمجه بتاعه الموضوع ده. دلوقتي بقى نيجي للحاجة التانية، ازاي اعمل شبكة واي فاي مماثلة للشبكة الرئيسية، بحيث ان ممكن الشبكة الرئيسية اديها السرعة كاملة وشبكة الواي فاي بتاعت الضيوف او الجيست نتورك اديها سرعة انا محددة، بحيث اللي يجيني يقول لي انا عايز واي فاي اروح مديله الشبكة دي. اروح فاتح الجيست نتورك زي ما انتم شايفين، واجي على اول خانة اللي اسمها allow guests to access my local، اخليها enable، واخلي برضو الجيست تالت اختيار اللي اسمه الجيست نتورك باندوس كنترول، طبعا عشان افعل خاصيه التحكم في السرعه ادوس انيبل. حلو قوي كده، بقى عندي ماكسيمم ومينيمم برضو للسبيد. حلو قوي، للشبكه الثانيه هخليها مثلا كام؟ 2 ميجا او 3 ميجا، اهو 3000 برضو، 3000 في الماكسيمم والمينيمم، 3000 وانزل عشان برضو اسمي اسم الشبكة دي. طبعا هاجي في الجيست نتورك اهو افعلها، ابدأ اسمي الشبكة، وليكن هسميها ايه؟ لينك. انت طبعا سميها الاسم اللي يعجبك، انا بسمي بس عشان افرق بين الشبكة اللي هيبقى اسمها احمد والشبكة اللي اسمها لينك. بيقول لك الماكسيمم جيست نمبر، هتحط كام جهاز في الشبكة دي؟ سيبها زي ما هي 32 عادي. يبقى انت حددت سرعه الابلود والداونلود وعملت انيبل للجست باندوس كنترول وعملت انيبل للشبكه وسميتها لينك، وهنزل تحت اروح عامل سيف. يلا بقى نعمل تيست على شبكه لينك من على الموبايل. هنطلع من هنا ونروح مختارين الواي فاي تاني كده، اهو بيسيرش وشبكه لينك ظهرت عندي اهو، هدوس عليها. هنرجع بس نحط لها الباسورد بتاعتها، انا ما عملتش السكيورتي اهو، واحط الباسورد وليكن برضو قول من 1 لـ 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، وانزل تحت واعمل سيف برضو اهو. هرجع اوصل على الموبايل، 1 2 3 4 5 6 7 8، وادوس كونكت. انا دلوقتي على شبكه لينك اللي هي شبكه الضيوف، المفروض السرعه عليها في الداونلود والابلود 3 ميجا. ارجع بقى اعمل سبيد كنترول عليها تيست كده اهو، فعلا زي ما انتم شايفين البنج 8 والداون لود 2.6 او 2.7، يعني يا دوبك الثلاثة ميجا في الداون لود، والمفروض الابلود نفس القصة او الابلود جاي اهو نفس القصة، 2.7 2.8 2.9 2.5 زي ما انتوا شايفين. يبقى كده الشبكة عندي فعلا ما زادتش على 3 ميجا. الشبكة الأولانية عندي طبعا في الباندوس كنترول اللي أنا كنت عاملها تحت، هنيجي في الباندوس كنترول، الشبكة الرئيسية عندي 4. لو احنا رجعنا نعمل عليها تيست زي ما احنا شايفين أهو، اللي كان اسمها أحمد هيكونكت على طول تمام. أروح راجع تاني أعمل لها تيست أهو، تيست أجين، كل ده على الموبايل، المفروض انها كانت 4 ففعلا السرعة تطلع على 4 زي ما احنا شايفين.
وادي الداونلود جه 3.5 اللي هو فعلا في حدود الاربعه، والابلود دلوقتي زي ما انتم شايفين 3.8. يبقى انا عندي كده شبكه الضيوف خدت 3 ميجا، والشبكه الاصليه عندي في البيت خدت 4 ميجا. ولو انا طبعا بقى عايز افتح السرعه بالكامل للشبكه الاصليه عندي في البيت عشان الداونلود، هاجي هنا في السرعه دي، اروح مثلا وليكن هي الشبكه عندي بتجيب مثلا 20 ميجا، اروح حاطط 20000، والشبكه برضو عندي في الابلود اروح حاطط 20000، بقى كده عندي 20000، واروح دايس سيف في الباندويس كنترول. يبقى كده الشبكه عندك في البيت اللي انا سميتها احمد هتاخد 20000 او هتاخد 20 ميجا، والشبكه الثانيه زي ما هي هتاخد كام؟ ال 3 ميجا هي. هشوف انا هنا هنيجي نعمل عليها تيست الشبكه ثاني بعد ما رفعنا السرعه، نعمل تيست اجين. وبكده زي ما انتم شايفين فعلا السبيد بدات تزيد تاني معايا في الداونلود، وصلت ل 18.5 اللي هي في حدود ال 20000، وهتعمل دلوقتي برضو الابلود وصلت برضو معايا ل 18.9 اللي هي برضو في حدود ال 20000. هنيجي برضو على الكمبيوتر وهنعمل سبيد تيست تاني اهو. وفعلا برضو نفس القصة، الشبكة على الكمبيوتر زي ما انتم شايفين من 18 اهي، واخدة 18.2 اللي هو في حدود ال 20000 اللي احنا حطيناهم في الباندوس كنترول. زي ما انتم شايفين الداونلود 18 والابلود 18.7، وهي الحدود بتاعتنا فعلا زي ما احنا عملناها ال 20000. ده ليه؟ عشان لو انت محتاج الواي فاي بتاعك يديك السرعه كامله يبقى انت لازم ترفع السرعه فيه، بس ما ينفعش تقفل الباندوس كنترول ما دام انت عامل شبكه للضيوف، لانك لو انت قفلت هنا التحكم في السرعه فهتلاقي هنا التحكم في السرعه مقفول، وبالتالي مش هتعرف تتحكم في السرعه، يبقوا الشبكتين زي بعض، يبقى ملهاش لازمه اعمل لك شبكه واحده. هتفعل الباندوس كنترول في الحاله دي، هتروح عامل ايه؟ هتيجي في الوايرلس سيتنج في الباندوس كنترول اهو، هتروح حاطط انت هنا ارقام كبيره بحيث تاخد سرعتك بالكامل، وتروح جاي في الجست نتورك من هنا هتروح حاطط ارقام صغيرة بحيث اللي يجي عندك تديله الشبكة دي وتسميها باسم انت تكون عارفه، وتديله ايه الباسورد بتاعه، فبالتالي التست عندك هيكون قليل على شبكة الضيوف وهيكون كبير على الشبكة الاصلية بتاعتك. لو حبيت تعمل داونلود هتبقى السرعة مفتوحة. في برضو في الوايرلس هنا اعدادات ال WBS، ده طبعا اغلب شبكات الانترنت الواي فاي بتتسرق منه، فده بعد ما بتغير الباسورد بتاع الوايرلس هتروح عامل له هنا ايه؟ ديسيبل، لازم تقفل ده. طب لو انت بتعمل كونفجريشن من على موبايل وما غيرتش الباسورد الاصليه بتاعت الاكسس بوينت او الراوتر، بالتالي لو جيت تفتح من على الموبايل مش هتعرف تعمل اكسس على الاكسس بوينت دي، او مش هتعرف تخش من عليها. فانت اول حاجه تعملها قبل ما تقفل ال WBS عامه تروح تغير اسم الشبكه، وتروح تغير الباسورد بتاع الشبكه زي ما احنا عملنا، وبالتالي ترجع تغير ال WBS تعملها من انيبل لديسيبل، فمش هيحصل معاك اي مشاكل، هتبقى الشبكه معاك هتفتح معاك زي الفل. طب لو انت ما غيرتش يبقى برضو الباسورد اللي مكتوبه في ظهر الاكسس بوينت، لو انت ما غيرتش ايه؟ لو انت ما غيرتش الباسورد واليوز والاسم بتاع الشبكه على الجهاز وعملت ديسيبل دي على طول، الواي فاي مش هيفتح معاك. يبقى انت لازم اول حاجه تعملها ان انت تروح تغير اسم شبكه الوايرلس وتغير الباسورد بتاعتها، بعد كده تعمل ديسيبل للدبليو بي اس عادي جدا. وبكده يبقى انت شفت ازاي بتتحكم في شبكه الانترنت بتاعتك بالكامل، سواء انت عايز تعمل لها تحكم عندك في البيت خاص بيك انت بالشبكه بتاعتك وتخلي الشبكه سرعتها قليله، فبالتالي انت تقدر تحافظ دلوقتي على الباقه، والباقه تكمل معاك لاخر الشهر من غير
ما تخلص. وبعد ما شفنا البرمجة بتاعت ازاي اعمل شبكة ضيوف والشبكة دي تكون مجاورة نفس الشبكة الاصلية بتاعتي اللي انا شغال عليها، وازاي اعمل عليها تحديد للسرعة، وازاي برضو اشغل نظام تحديد السرعة سواء ليها او لمستخدم واحد او لكل الشبكة بتاعتي، يبقى ناقص لنا فيديو واحد بس ان شاء الله هنعمله، وهو ازاي ان انا اتحكم بقى في الاكسس بوينت او في اي راوتر خاص من تي بي لينك اقدر اتحكم فيه بالابليكيشن بتاع تي بي لينك او التي بي لينك تيسر اب. طبعا هيبقى في فيديو ثالث طبعا لازم ايه تشوفوه، هنزله بعد الفيديو ده ان شاء الله. وفي اخر الفيديو لو عجبك الفيديو يا ريت تضغط لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو، لو انت مشترك عندنا في القناه يبقى انت منورنا، لو مش مشترك يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس. هتنزل تحت في الوصف او في الديسكريبشن تحت الفيديو هتلاقي كل اللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتنا، هتلاقي اليوتيوب طبعا يا ريت تعمل لنا فيها اشتراك زي ما احنا قلنا، وهتلاقي الفيسبوك صفحه الفيسبوك بتاعتي يا ريت تعمل لها لايك، عشان غالبا مع الايام الجايه هنشرح عليها حاجات مش هتبقى موجوده برضو على اليوتيوب، او مش هنزلها في الفيديو بتاع اليوتيوب وهشرحها على الصفحه في الفيسبوك. وهتلاقي برضو اللينك بتاع الانستجرام واللينك بتاع تويتر، يا ريت برضو تعمل فولو عليهم عشان برضو يوصلك كل الجديد بتاعنا في القناة، وهنقول عليها برضو بعض الأخبار الجديدة في الخاصة بالتكنولوجيا. ده يبقى خلصنا النهاردة، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.